لا إله إلا الله، أصبحنا وأصبح الملك لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، داخل علينا وعليكم بالعافية. اليوم 20/4/2020، وباقي على رمضان تقريبا 3 أيام أو 4 أيام. ان شاء الله داخل عينه عليكم بالعافية ان شاء الله ربي، طول في اعماركم. وحبيت اذكركم واعلمكم واطمنكم، الحمد لله على ما جمعنا، يعطيكم العافية. الزم بيتك، تجيك الطلبات حتى بيتك. الزم بيتك، تجيك الطلبات حتى بيتك. سووا التطبيق ودق عليهم ويجيك الطلبات حتى بيتك. الله يجزاكم خير ويرحم والديكم على النار ويعطيكم العافية على اهتمامكم في جلوسكم في البيوت. الله يعطيكم العافية، هذا الصح. الجلوس في البيت يفكك من كل أعراض، من ذا ومن ذا ومن ذا. تكون بعيد متر عن اللي جنبك، تكون لابس كمامة، تكون مغسل يديك، بعد قد تحكك عيونك، خلاص لبست هذه، خلاص سو مطهر معقم، مو بقد تفركه في وجهك، مو بدهن هو ولا كريم، خلاص حطيتها هنا. اشوف بعض الناس يسوي كذا، يقدر يحرك وجهه ولا يحرك راسه، مو هو حق حلاقه، هو مطهر. الله يعطيكم العافيه، الله يجزاكم خير ان شاء الله. حبينا نطمنكم ونذكركم انها حق يدين مو بحق حلاقه. اشوف الناس اللي صبوا ياخذ يسوي كذا ويقدر يفرك، ما شاء الله ما عاد الا يفسخ الثوب يسوي به في جسمه. لا، طاقم يديك واتكل على اللي خلقك ان شاء الله. الله يعطيكم العافية ويرحم والديكم على النار إن شاء الله. حبينا نطمنكم ونذكركم. السلام عليكم، معكم القادح أبو إبراهيم. الله يجزاكم خير ويرحم والديكم على النار. السلام عليكم.